مرحبا احبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض حلو عن جد كتير كتير رائعة وسهلة وما بتاخد وقت بالتحضير، رح تعجبكن كتير كتير ان شاء الله، واروع من هيك ما في. بتتحضر تقريبا بخمس دقايق فقط بهيدا الشكل، كتير كتير طيبة ورائعة لرمضان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي عنا ظرف كريمة 150 ملي حليب، الحليب بارد لازم يكون، وانتو بتمشوا على الطريقة المكتوبة عندكن على الظرف. كمان عندي كيوي قشرتها وقطعتها بهيدا الشكل، فريز مقطع بهيدا الشكل، ملعقة طعام سكر بودرة، حليب، وعنا بسكوت الليدي فينجر. هلا بدنا نبلش بالطريقة. بغمس البسكوت بالحليب وبصفهم بالصينية. حلو جدا، سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. مثل ما بتعرفوا عطول بقلكن اياها، عم نقلكن حلويات كتير كتير ما تاخد معكم وقت برمضان وتكون سهلة عليكم. بعد ما صفينا البسكوتات بهيدا الشكل، هلا بحطهم على جنب. بحط فوق الحليب السكر، كمان الكريمة، هذه الكريمة بتستعملوا اي كريمة متوفرة عندكم. هلا بخفقن على سرعة عالية. خلصنا خفق، هلا بدنا نكفيه. بعد ما خفقناهم هلا بحط الكيوي وفريز. بخلطهم مع بعض. ما شاء الله شكلهم شو حلو، كتير رائع. كمان بحطن على البسكوتات اللي عملتن انا وياكن. يعني اذا لاحظتوا ما اخذت معنا بالتحضير خمس دقايق، طريقة جدا سريعة ما بتاخد وقت بالتحضير، مثل الحلو اللي عملتها قبل هلا، حلو الاوريو، كتير كمان سريعة ما اخذت معنا وقت بالتحضير، وهيدي نفس الشي. و
وحلى الموز كمان ما بتاخد وقت بالتحضير اللي عملته انا وياكم. هلا بنمدوا نفس المستوى لهولي. بعد ما مديناهم نفس المستوى بهيدا الشكل هلا بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. بعد ما حطينا الحلو بالبراد ساعة هلا عندي هوني شوكولا نوتيلا دوبتهم شوي لصاروا بهيدا الشكل دايبين، بنحطهم بورقة الزبدة. بنلف الورقة بهيدا الشكل هلا مننزلهم بقلبها. بضغط على الورقة منيح. بهيدا الشكل بزين. النوتيلا بيعطي شكل ونكهة كتير كتير روعة. بعد ما حطينا النوتيلا هلا بدي احط بس شكل خفيف بالنص كيوي وفريز. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم بوقت كتير سريع ما بتاخد ابدا وقت. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وبتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.